نجمة وعليها الكلام. نمشي للإعلامي الكبير، الإعلامي اللي حضر الندوة الصحفية لمهرجان قرطاج الدولي حمامية نعام، ما نعرفش اسكو حضر والا ليه، المفيد يتبع تبارك الله معناتها من خلينا نقولوا إعلامي كبير في الإذاعة الوطنية، كرونيكور في برنامج بلا مجاملة في قناة حنبال، واللي استوحشني برشا البرنامج هذايا على خاطر كان بالحق يغطي المهرجانات الكل ويغطي كل حدث ثقافي في الجمهورية التونسية. حبيب جغام مباشرة في المباشر في كلام الليل معنا، سير حبيب اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا طيب ومرحبا بك، وتحيه للسادة المستمعين ولإذاعة ككل. وتعرف انا عندي محبه خاصه للاذاعات داخل الجمهوريه باعتبار معناها خدمت لمده 10 سنوات في اذاعه المنستير. اذاعه المنستير هذاك علاش نعتقد أنه معناها الخدمة في الإذاعات الداخلية أصعب من الخدمة الحقيقة في الإذاعات المركزية صح التعبير، باعتبار أنه فما جهد يتقام أكثر بالنسبة للمنتجين والمنشطين والمذيعين والعملاء ككل في الإذاعة، من سواق من تقنيين من مصورين، يعني كل المشتغلين في الإذاعة يتعبوا أكثر، خاصة أنهم أيضا يتنقلوا برشا داخل الجمهورية على عكس المشتغلين في العاصمة بنسبة 60-70% اهتماماتهم تتركز على الأنشطة في تونس الكبرى. يعطيك صحة سيد حبيب، حتى احنا نحبوك برشا وانت أصيل سوسة وحامم سوسة وكل دونك ومن عائلة إعلامية كبيرة، إن شاء الله ربي يرحم أخوك سي صالح جغام واللي هو زاد من الإعلاميين الكبار اللي خلى بصمتهم واللي خلى بصمته في الإعلام التونسي ولا عربي بصفة عامة. موضوعنا كما قلت بالمناسبة أنا حبيت أن مدام ذكرت شقيقي صالح الله يرحمه، نحب نهني ابنه ماهر اللي الأسبوع القادم باش يحتفل بزفافه، باش يكون تحديدا يوم الخميس 19 جويلية، ف معناها باش نفرحوا له سلام مبروك، وفي نفس الوقت معناها نحس بفراغ يعني بنوع من الحزن باعتبار صالح توفى صغير الى نسبيا عمره 46 سنة، ومش بش يحضر على عرس ولده الوحيد، يعني هو عنده ولد وحيد فقط ماهر. على كل حال ربي هني كيفاش يقولوها اللي يخلق بون المثل نسيته، اللي يخلف ممات اللي يخلف ممات، هذه الأولى الثانية عم وإن شاء الله يفي بالواجب، وأنا متأكد أنك مش تقف مع ولد صالح جغام وديما معاه كما تعرف، معناتها نعرفوا أحنا العلاقة اللي كانت تربطك معناها بخوك صالح جغام الله يرحمه ينعمه، وإن شاء الله أنت بمثابة الوالد إن صح التعبير هيك ولا ليه؟ بطبيعة الحال يعني هذا كمقام ابني فهمت. به سير حبيب نحكيه على المهرجانات الصيفية، قبل ما نحكي على أمينة فاخت فما يمتيت سيكونس على يوتيوب خلينا نقول وعملت شوية البوز حبيب جغام عطا رأيه على أمينة فاخت، نرجعوا للموضوع ذي بعد شوية، أما خلينا نبدأ الساعة بالمهرجانات الصيفية، نبدأ بكارتاج اللي كالعادة كارتاج ما بعد الندوة الصحفية كالعادة كلمات وسلامات وستيغا وعلى فيسبوك تبارك الله معناتها ديزانتيغنوت معناتها ما خليوش، وحتى معناتها الإعلاميين عطاوا رأيهم في البرمجة. ساعة قبل ما نحكيه على ماجد الرومي والكاشير غالي اللي قالوا عليها 400 مليون ستيغا، رأيك في برمجة الدورة 54 لمهرجان قرطاج الدولي ومهرجان حمامات؟ أي طيب مهما كانت البرمجة ديما تثير ردود فعل من طرف الصحفيين والجمهور الواسع، لأنه البرنامج بعد المهرجان يجلب انتباه الناس ويثير الكثير من التعليق بطبيعة الحال باعتباره مهرجان كبير صحيح، ويستقطب نجوم كبار وفما برشا فنانين ومسرحيين
موسيقيين يحبوا يشاركوا في العروض اللي تتقدم على مسرح قرطاج، واللي يأمل أو يتحرم يعتبر نفسه أنه تظلم. صحيح ربما في الاختيار قد يقع هضم يعني جانب فنان وتعطى الأولوية لفنان آخر بطريقة ما، ربما تدخل فيها شيء من المحسوبية والإخوانيات، ولكن ديما تبقى العروض الكبرى والاختيارات الكبرى اللي تنطلق من روح العروض الكبرى كما الموسيقى والبالي والفرجة ككل، تخلي المهرجان يستقطب جمهور كبير. نفس الشيء بالنسبة للحمامات اللي هو لمحل أصغر، ولكن كذلك فيه عروض نحكي في المطلق في عام حسب تاريخه، يعني عروض مهمة واستقطب فنانين من مختلف أنحاء العالم. ولكن في السنوات الأخيرة رأيي الخاص أنه حاد عن أهدافه الأساسية الأولى اللي تتركز بالأساس على العروض المسرحية. يعني مهرجان الحمامات كان يقدم أو تعرض فيه أهم العروض المسرحية اللي تنتج، مش كان في تونس، حتى في البلاد العربية جي عروض من سوريا ومن لبنان ومن مصر ومن بعض البلاد ويعني البلاد العربية الأخرى، من الجزائر، من المغرب كذلك، خاصة بالنسبة للمسرح الكبير طيب الصديقي اللي كان يجي لتونس وقدم أغلب أعماله الهامة، مش كان في الحمامات، في قرطاج كذلك، في سوسة، في الحمام، في المنستير، في صفاقس، في برشا. نرجع ونقول اللي الحمامات لابد أنه يعود إلى خطه ومنهجه الأساسي، وهو تشجيع الأعمال المسرحية. يعني المهرجان بالأساس يجب يكون حافز للفنانين والمبدعين للإنتاج الثقافي الجيد من عروض فنية مسرحية موسيقية وحتى فنون تشكيلية، لما لا؟ يعني تعطى الأولوية في المهرجانات للعروض الموسيقية الغنائية والمسرحية بدرجة ثانية، ولكن يقع إهمال جانب آخر ينجم يكون عند الهامش، ينجم يكون في معبر المسرح، في فضاء صغير آخر قريب من المهرجان، في مناطق الجمهورية عروض للفنون التشكيلية، عروض للرسم الكاريكاتوري، عروض خاصة بالأطفال كذلك تنشط الأطفال. ما يكفيش أنه تكون العروض الكبرى كأنها معناها سهرات للرقص والتهريج فقط. صحيح نحبوا التوانسة يكونوا فرحانين وكلهم بهجة وانشراح، ولكن أيضا لابد أنه يقع اعتبار البعد الثقافي للمهرجانات. هناك مشكلة كذلك تعاني منها بعض المهرجانات وخاصة المهرجانات الكبرى، هيمنة السماسرة طيب ومتعهدي الحفلات وتجار الفن، موضوع باعتبار مهم. أنه يعني مهم الأمر هذايا، لأنه الفنانين كذلك الكبار يحبوا يتعاملوا مع متعهدي الحفلات باش ينفخوا في الكاشيات متاعهم في المقابل. وهيئة المهرجان أو مدير المهرجان ليس له إلا أن يرضخ ويستجيب للشروط المجحفة، وهذا موجود في برمجة فم مهرجان قرطاج أو بوغرنين أو الحمامات أو سوسة أو صفاقس أو بنزرت كذلك. أعطيك مثال، تو في بنزرت الفنان مثلا صبر باعي يكاد يكون موجود في كل دورة، ولا أعتقد أنه سيأتي بالجديد، فضلا على أنه صبر باعي ليس في حاجة باش يدعم من طرف، مش يدعم يعني يغني أو ياخذ كشي مرتفع من مهرجان يمول بالمال العمومي، لأنه عنده مجالات أخرى وعنده فضاءاته الأخرى باش يخدم فيها على غرار النزل والمطاعم ومهرجانات السياحة الموجودة في الخليج وفي لبنان وفي سائر الوطن العربي وفي موازين في المغرب وبرشا مهرجانات أخرى. فأنا أرى أنه لابد أنه نعطيه أو يفسح المجال للفنانين اللي
ما عندهمش عروض كبرى ما يستقطبوش جماهير غفيرة، ما يوفروش البوز، ما يخلقوش البوز، ما يعتمدوش برشا على التهريج وعلى الرقص، ولكن يخدموا في خدمة محترمة إلى حد ما، فلا بد أنه يقع اعتبارهم. نعطيك مثال كذلك في هذا الباب، الفرقة الوطنية للموسيقى اللي عرفت نجاحات منذ تأسيسها في الثمانينات، اليوم مثلا انعقدت الندوة الصحفية الخاصة بالعرض الافتتاحي لمهرجان قرطاج اللي تأمنوا الفرقة الوطنية للموسيقى، العرض باش يكون بمشاركة فنانة من المغرب هي عبير العابد والفنانة التونسية درصاف حمداني وفنان من الجزائر وفنانة كذلك من إسبانيا والعنوان هو من قرطاج إلى إشبيليا، يعطيك الصحة من قرطاج إلى إشبيليا. يعني تصور ما بطبيعة مازال ما تقدمش العرض هذا، إن شاء الله نشوفوه، وأعتقد أنه باش يكون أقل ما يقال فيه أنه محترم. يعني لما تشوف درصاف حمداني وتشوف عبير العابد اللي سمعناها اليوم تغني شوية وأنا لول سمعتها على اليوتيوب أنا محترمة، يعني من سورتو سي الحبيب سامحني كي نقص عليك، سورتو معناتها محمد الاسود، خلينا نقولوا ساعه التنفيذ والتصور هو اللي هو محمد الاسود تبارك الله، معناها سنة معناتها خدم في الشتاء كامل تبارك الله، معناها عمل برشا عروض وادى مع برشا فنانين، التصور الفني كذلك سيف الله بن عبد الرزاق الدكتور في الموسيقى سيف الله. الطبيعه العرض هذايا نتمنى، هذايا اللي نحب نقوله، أتمنى أنه يلقى مجاله في المهرجانات ويتقدم ويشوفوه التوانسة، باهي نعود نشوفوا كاظم الساهر وحب كذلك مرسل خليفة وأيضا ماجد الرومي، وإن كان معناها برشا حديث على الفيسبوك على ماجد الرومي باعتبار أنه الكاشي متاعها حسب ما يقولوا، من عام ما عنديش ما يأكد أنا، هل فما تأكيد من إدارة مهرجان قرطاس الحبيب على الكاشي متاع ماجد الرومي؟ خطر معناتها كنحل لكيو متاع فيسبوك نلقى 400 درجة، وحتى السياسيين يعني يدخلوا في الموضوع هذا، يلزم نثبتوا في الأمر ربما مع احتساب تكاليف الإقامة وتذكر السفر اللي هي ما يتحملهاش ميزانية المهرجان. يعني الطيران يتكفل بتذكر السفر لكامل الفرقة والمجد الرومي والإقامة في النزل باعتبار الشراكات والاستشهار الموجود في مهرجان قرطاج يتعاون معه، أما ربما القيمة الجوية توصل إلى 400,000 دينار، يمكن يؤاخذ مهرجان قرطاج على هذا، خاصة ما تعيشه تونس من أزمة اقتصادية واجتماعية و نقص في مياه الشرب، يعني جهات كما تعرف معنا تشكو من العطش وزيادة في الأسعار والحليب، سمعنا زيادة في الحليب، هل هو ولكن هذا ما يكونش مبرر يا طيب، ما يكونش مبرر باش نلغيو العروض ونلغيو المهرجانات، ربما نجتهد إلى حد ما كما حصل في الجزائر الشقيقة أنهم منعوا بالنسبة للسنة جلب العروض الأجنبية حتى لا تخرج العملة إلى خارج البلد، يعني حتى تبقى الفلوس في البلاد، هذا وجهة نظر محترمة، يعني صحيح. كان ممكن أنه نلغيه العروض الكبرى لأنه خاصة أنه ما نعملش بشكل إضافة، فهمت؟ هذا هو. بيه سير حبيب، انت جبت لي على العروض يعني كما عرض من قرطاج الى اشبيليا، علاش ما يكونش موجود؟ انا باش نمشي معاك في موضوع اخر حبيب جغام، عندنا توا الدوره الرابعه لايام قرطاج الموسيقيه، ايام قرطاج الموسيقيه في تصورها الجديد اللي هو بديل لمهرجان الاغنيه التونسيه، بون احنا سمعنا انه باش يرجع زاد مهرجان الاغنيه التونسيه وهذه حاجه باهيه معناتها للفنانين التونسه، اما ايام قرطاج الموسيقيه يعني هو معناتها يلم العروض الكبرى والانتاج الجديد في كل معناها نحكي كوتي برودكسيون وانتاج العروض، مانيش نحكي اغاني. هل ايام قرطاج الموسيقيه ماهيش قادره
انها معناتها العروض اللي شاركوا في ايام قرطاج الموسيقيه في الدوره الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه، ونذكر على سبيل المثال فليقة اللي في مخي توا والا تميور الثاهر جيزاني، وما شفناهمش يعني موجودين في المهرجانات الصيفيه. ومن بعد معناتها مدير المهرجانات يقول ما عندناش انتاج في تونس. نحب رايك في الموضوع هذا. صحيح، معنا هذه مشكله على مستوى التسويق، يعني ما فماش تسويق، ما فماش ترويج للمشاريع التي تقدم في أيام قرطاج الموسيقية أو حتى أيام قرطاج المسرحية وكذلك أيام قرطاج السينمائية. يعني فما أعمال جديدة تقدم في هذا المهرجان في هذه الأيام بالنسبة للسينما والمسرح والموسيقى، ولكن تقدم في زمن محدود في وقت محدود، يعني في إطار المهرجان، وبعد ما يقعش يعني الترويج الكافي في مختلف أنحاء الجمهورية. هذا مشكل، يعني مشكل الترويج والانتشار. وكذلك فما مشكل آخر لابد أن نعيد النظر في آليات النجاح والترويج والتسويق. يعني شنو الشيء اللي ساهم فيه وزارة الثقافة بمؤسساتها المختلفة وكذلك الأعلام والتلفزات والإذاعات باش يقدموا هذا الإنتاج ويروجوه بأي شكل؟ شنية الذائقة المتوفرة عند المنشطين أو عند المذيعين أو عند معناها واضعي البرمجات في الإذاعات والتلفزات باش يكون عندهم دور إيجابي في ترويج الثقافة الموسيقية أو السينمائية أو المسرحية؟ يعني من حق الجمهور الواسع أنه يشوف هذه الأعمال، ولكن مع كامل الأسف فما معناها جانب كبير من الإعلام ما غير من نسمي أو نخصص قاعد يعمل على يعني ترويج برشا حوايج خايبة. صحيح. كامل الأسف. صحيح. برشا فنانين ما عندهمش ذوق، برشا مطربين ومطربات ما يعرفوش يغنيوا، برشا كوميديين زعما ناجحين وهم يقدموا في الابتذال ويقدموا في النكت الماسطة ويلقاو متابعة ويلقاو فرجة من طرف المشاهدين ويلقاو كذلك محبة على الفيسبوك، معناها المرادف لي جام. أنا هذا مشكل كبير. يعني حبيب جرام خلينا نقوله يطيح من الذوق العام في تونس دون فاسون جنرال. انت ما تراش ماكش تلاحظ في هذا؟ نلاحظ موجود. معناها من الناس الكل يلاحظوا والناس الكل، ولكن انا برشا ناس لما يستوقفوني حتى في الشارع ويلاحظوا لي ويقولوا لي شبيه الحاله ولا تهكا، وشبيه البرامج ولا تهكا، وشبيه المنشطين في الاذاعات الفلانيه يتكلموا باللغه هكا ويتعاملوا مع الضيوف بالطريقه هكا، نقول لهم انا يا اخي يتكلموا انتوما ولا عبروا ولا علاش معناها سلبيين. وفي الأخير يتكلموا هكا في نطاق محدود ولكن يرجعوا للدار ويتفرجوا. قول لك معناش البديل. التونسي ما خلينا نقول منفصل شوية الشخصية، معناها يسب ومن بعد يتفرج معناها. اي نعم. يعني شنو السؤال؟ يعني معناتها انقطاع معناتها وفي البرنامج ما كملتوش البرنامج، ما تتلموش انتوما انكم معناتها ما كملتوش البرنامج هذايا بلا مجامله ولا البرامج الكبيره الكل. فهمتك. اي نعم نعم. يعني لسنا نحن من يقرر يتواصل البرنامج ولا يتواصل، فما اداره، فما تلفزه، فما ناس مؤثرة من دوائر الحكم هي اللي خلت البرنامج يتوقف. يعني ثم معناها رغبة من مسؤولين كبار باش يقف البرنامج وكان لهم ذلك. يعني الشيء اللي كان يصير قبل كذلك يصير توا بأشكال أخرى وبربما درجات متفاوتة. مش معناها أنه توا ثم حرية تعبير هكا تقول اللي يجي وتقول اللي تحب وتعبر لا، معناها إذا أنت متطرف يعرفوا كيفاش يوقفوا التطرف بتاعك ويعرفوا كيفاش يعاقبوا لك
ويعرفوا كيفاش يتعاملوا معك. مسألة أخرى تتعلق كذلك بالتعبير هذا. توا اتكلم 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 تحس في أغلب الأحيان أنه حتى حد ما يسمع فيك. صحيح. قبل على الأقل لما تتكلم وتنتقد حالات معينة تحكي حتى على حفرة في الكياس هاي وتنقد البلدية الفلانية أنها مش قايمة بدورها ومش محافظة على سلامة الطرقات في المنطقة متاعها، فيكون ثم رد فعل مباشر من طرف الرئيس البلدية والمعتمدية والولاية ثم السلطة المركزية ثم حتى المسؤول الأول عن الإعلام في قصر الرئاسة. تتحرك للأمور، وربما كذلك المدير الإذاعي يخو موقف من المسألة. دو قول اللي تحب ما يسمعك حد. صحيح. هذه مشكلة. ثم بلا مجاملة صحيح كان عنده توجه وعاتي ولكن يركز على الثقافة. صحيح. ويبدو أنه الإدارة كذلك رغبتها أكثر في أنها تمشي باتجاه المنوعات اللي فيها معناها إثارة. فيها إثارة. صحيح. بيه قبل ما نمشي لآخر موضوع، رأيك توا في لي بلاتو لي تولك شو اللي في التلفزيون دون فاسون جينيرال، انت جبت لي توا على الموضوع هذا، رايك تقييمك حبيب شغام للي موجود في التلفزيون توا والاعلام التونسي، نحكي على البرامج اللي تولك شو اللي تجيب الضيوف بار اكزامبل ديمونش حنبال، ولا مش هو الوحيد اللي موجود توا في معناتها في تلفزيوناتنا سورتو في شتي، اما خذيت اكزامبل ديمونش حنبال، تقييمك في صفيصه حبيب شغام في ما يقدم في برامج تولك شو؟ اي خذيت المثال اللي يعني فيه وعليه الحقيقه معناها فيه تهريج وفيه تقديم نوعيه من الفنانين والموسيقيين اللي مش هذكوما اللي يمثلوا المشهد الموسيقي الغنائي في بلادنا او في الوطن العربي، فما تركيز على مثلا المزوديه، ولكن مش الناس كل تتفرج في المزوديه وتحب هذا النوع من الموسيقى والغناء، ثم كذلك نوعيات أخرى من الموسيقى واجتهادات بتاع مسرحيين وأعمال غنائية أخرى من المفروض أنها تلقى مجالها من البث في منوعة كبيرة كما هذه، تتقدم يوم الأحد في وقت يعني حساس يتابع من طرف الجمهور، يعني بالإمكان العمل على تحسين المنوعة تكون أفضل وخير وبعيد عن هكا الارتجال. في ما يتعلق ببعض المنوعات الأخرى أيضا تشتغل على نفس النغمة، بمعنى أنها تعمل على الإثارة، تجيب في أنصاف فنانين وفنانات، يعني أغلب اللي تشوفهم ويتكرروا مرات ومرات عندهم ما يقدموا إلا الإثارة والبوز والحكاية الفارغة والإدعاء والسبان والنبزيات، والناس تتفرج وتتبع وتضحك وشايفها، والمسؤولين كيف يتفرجوا. لو مثلا كدوريم شنو الإبداع اللي يعمل فيه وشنو سر هالأموال الطائلة اللي عنده منين جاته الله أعلم، يخلي الناس يحكيوا على حكاية فارغة على اللبسة بتاعه أو على الكبوت الفرير بتاعه ولا على صباته ولا على منعش ولا على الوشم بتاعه، ونفس الشيء بالنسبة لمطربات أخرين اللي هما زعمة مزيانين هكا ويجملوا الصورة ويعطيوا بهرج للشاشة، إن هما في الأخير ما همش يقدموا في حتى فن، يعني في أشياء لا علاقة لها بالفن. به كلام منطقي ممتاز برشا حبيب شغام، نشكرك على الكلام اللي قاعد تقول فيه الكل. بآخر سؤال، مع احترامي وتقديري لكل الزملاء. صحيح. صحيح. لأنه فما يعني ناس تخدم، ولكن يلزم تصحيح المسارات، يلزم يراجعوا أنفسهم حتى بعض الزملاء ويشوف شنو قدم وشوف شنو نوعية اللي يروج فيه.
خاصة أنه الإعلام والتلفز والإذاعات آلات قوية معناها تنشر الإنتاج هذايا بصفة غريبة والجمهور يستقبل. هذا هو. بيه حبيب جغام آخر سؤال ليك، وأنا كنت نحبذ أن نكون بحثينا في استوديو ونعمل ميسيون كبيرة ومزيانة وإن شاء الله يا ربي نبرمجوها في نجمة فهم. في أحد التصريحات الإذاعية للحبيب جغام اللي تنشرت اليوم بدون ذكر المؤسسة العالمية لحبيب جغام، التيتر أمينة فاخت قاعدة تتغطرس على الناس الكل، شنو هي الحكاية سي الحبيب؟ والله صحيح قلت هذا، لأنه أمينة فاخت تتعامل بتعالي مع 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 وزارة الثقافة، مع مهرجان كرتاج، مع المنشطين بصفة عامة، وهذا دليل لأنه ما تشوفهاش، ما تحضرش في المنوعات، ما تحضرش في التلفز، ما تقدمش في إنتاج جديد، وإن كان أنا عندي معلومات أنه باش تغني غناية جديدة أو زوز أغاني جدد، وباش تكذب يعني بعض الأقاويل اللي قيلت، ولكن بعد سنوات وسنوات يعني كلها أمينة كما تعرف الإنتاج قياسا بما قدم من طرف زملائها وزميلاتها. شوف يعني فما مطربين على امتداد 20 و30 سنة قدموا مئات الأغاني، هي هاو عندها أنا مدة طويلة. أنت إيش ما كانش كبير برشا بالنسبة لأمينة؟ أي يعني قرابة 40 سنة تغني أمينة، مش مش 10 ومش 15 سنة، ولكن لما تجي تشوف أنت إيش تلقاها عدد قليل. قليل، وأكثر من هذا أنه ما تردده وما تعيده هي أغلبه مش من إنتاجها، صحيح، مش غناها، صحيح، هاو الغناية البوغنة، هاو غناية الملحم بركات، هاو غناية الفريد لطرش، هاو غناية من عشر شكون، هاو غناية لشكون، وهذا يسيء يعني إلى مسيرة الفنان. صحيح. أمينة معناها باللول قالت أنه مش باش تغني في مهرجان كرتاج، وهي بذلك أعتقد أنها تتحايل على مختار الساعة وعلى الإدارة وعلى وزارة الثقافة، يعني برنامجها هي في الآخر باش تقبل، أو ربما تضع في شروط من هذه الشروط أن يكون المقابل بالكمية الفلانية، الحجم الفلاني، وكذلك العرضين متتاليين. يعني علاش زوز عروض؟ هذا هو سؤالي ديجا سي الحبيب. سؤالي أنه هل احنا سمعنا الكاشي متاع زوز عروض 380 ألف دينار، هل تستحق منها فاخت الكاشي هذي؟ هذي سؤالي الاول. الثاني عليه زوز عروض كانوا ينجموا يعني يعملوا يبرمجوا زوز معناتها فنانين اخرين توانسة اللي زادة قاعدين كما حسن الدهماني ولا مني رحم حمدي. اذا بقى عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وام كلثوم قداش يتقضاو؟ من قداش باش يتقضاو كيف يجيوا لتونس ويغنيوا في سوسة وفي المستير وفي الحمامات وفي قرطاج وفي بنزرت؟ يعني أنا ديما لاحظ حتى بالنسبة للرياضيين راهو أنت تشوفها، وأخيرا كريستيانو رونالدو الخبر سمعته اليوم برك، يعني هو تحول مع جوفنتوس مش إيطاليا، صحيح، بمعناها بكشي بأسعار خيالية. خيالية، صحيح. أنا ما فهمت يعني شنو هي الفلسفة، شنو هذا، علاش إلى متى سيتواصل هذا؟ شو الإبداع؟ شو العلم اللي يعملوا فيه؟ ترى في البوان هذا بالذات سي الحبيب أنه سوء تصرف من مديرية المهرجانات؟ بالطبيعة، معناها لأنهم هم يخرطوهم، ومتعهدي الحفلات والسماسرة وتجار الفن هم اللي زادوا رفعوا في الشيء هذا، فهمت؟ وانت تشوف يعني لو ترجع بعض الفنانين اللي جاوا القرطاج من الأول تتفق معهم الوزارة بسعر مثلا 100 ألف دينار مقابل حفل غنائي في قرطاج، وبعد يتدخل الامبريزاريو متعهد الحفلات والفنان يقول له ارفع في الكاشي بتاعك، ردوا 150 باش انا في عوض ناخو 30 ولي ناخو 40، وبالتالي يغلى الكاشي.
ولا مفر للوزارة أو لمدير المهرجان من أنه ما يقبلش، يعني يقبل في الأخير لأنه يحب يزين البرمجة. يقول لك إذا ما نحطش كذا مساهر وأمينة فاخت اللي معناها تتبلحط على الركح، ما فماش معناها كيف. ما دام الناس يحبوا الكيف ويحبوا الجو نعطيهم الكيف. هذا هو. هذا هو هذا هو هذا هو منطق صحيح. منطق الأخذ والعطاء، بيع والشراء. يعطيك صحة صراحة، ضحكني في الأخير. دام الشيء هذا موجود ما باهي نقبلوه، لكن على الأقل شوية ثقافة، شوية إغناء باهي، وشوية احترام. بيه الحبيب شغال. ما آخر سؤال، آخر سؤال، هل أنت متفائل على مستقبل الثقافة في تونس وإلى لا؟ والثانية، هل مهرجان موازين طيح على مهرجان قرطاج الدولي في الوطن العربي؟ أعتقد المقاييس تختلف. يعني مهرجان موازين يخدم بمنطق معين وتشرف عليه معناها سلطة كبيرة في البلاد، والملك نفسه يدعم في المهرجان ويعمل على تسويق البلد. يعني الهدف بتاعه بالأساس سياحي أكثر منه تجاري أو ثقافي، عفوا ثقافي أو فني. وتشوف يعني يستدعيوا له نجوم كبار من السينما ومن الغناء، ومخصصين ميزانية كبيرة. وتعرف اللي هو يغني وبلاش، يعني المتفرجين يدفعوش، يقصوش ساكر، يتفرجوا بلاش. فهمت؟ وهذا اللي يخلي الفكرة واضحة من طرف الدولة، من طرف السلطة يعني في المغرب. بالنسبة للثقافة، والله علماء الاجتماع ومتخصصين في الشأن الثقافي واللي ماخذين مسؤولية ثقافية كبرى هم أولى مني باش ينظروا في المسألة الثقافية في بلادي ويستشرفوا ما يمكن أن تقوم به الثقافة في المستقبل، أو ما هي متطلبات الناس في المستقبل من الاقتصاد ومن الصناعة ومن التجارة ومن البيئة ومن الثقافة كذلك. هل الثقافة هي اهتمامات المواطن ولا لا؟ هذا هو معناها. تحس في برشا أحيانا أنه ما تهمهمش الثقافة، هي العربة الأخيرة من القطار. حتى في معناها بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال اللي يبعثوا مشاريع تجارية تدر عليهم أموال وما يفكرش بهامش آخر، أنه يعني مثلا نعطيك مثال، شنو المانع باش رئيس الترجي الرياضي أو رئيس النجم الرياضي الساحلي أو النادي الصفاقسي يعني أو النادي الإفريقي، الجمعيات الكبيرة هذه اللي عندها برشا فلوس، أنها ما تعملش معناها أنشطة ثقافية، مهرجانات ثقافية صغيرة؟ إيش بيه؟ شنو المانع؟ هو عندها الفلوس صحيح. علش ما تدعمش مسرحيين باش ينجوا أعمال أوبرالية كبيرة؟ علش ما تدعمش سينمائيين؟ علش يعني علش الفرق هذه اللي تصرف في أموال طائلة وتخلص في لاعبين ما يدعموش الثقافة شهريات كبيرة؟ منها ربما فمش كون يسمع فيها ويقول بلكش في لحبيب جغام ولا ياخذ ويعطي. ولكنها ولكن هذا كرأيي أنا، هذا كرأيي وأنا نؤمن فيه، معناها أن نفكر فيه من قبل مش من توا. نجمة وعليها الكلام.